اهلا بكم، مرحبا بكم في ليميسيون سبيسيال رمضان سبيسيال كونفينمون. دونك معكم الشيف مؤمن، ان شاء الله بقدرة ربي باش تتابعوني كل يوم في رمضان باش نحضروا مع بعضنا العديد من الوصفات اللي باش تكون بينا برشا، ما طلبش برشا وقت، ما طلبش برشا جهد، وتكون زاده في متناول الجميع. دونك اول حاجه نعملوا دوره صغيره في الكوجينه، دونك نشوفوا شنو اللي عندنا بالنسبه للماتير بريمير. دونك اتاو نقلب لكم الاباري فوتو. دونك بالنسبه للاباري فوتو كقلبنا عندنا لي زيبيس دونك موجودين، ايبيس من جميع، عندنا دجاج نتاع مليحه كيف كيف الصدر نتاع الدجاج، عندنا الخضره اقعد في دارك وما غير ما ديبلاسي موجود شكون يجيب لك الخضره فريش كديستريبيسيون توصلك الخضره لوين انت، كيف كيف ما تغيبش علينا الوردة بانواع الفرينة الكل، وموجودة شربة فريك فانواز كيف كيف الكريمة، موجود معانا لوندور لي دام وهابيز، هذوما كلهم لي برودوي الكل موجودين معانا. دونك ما عليكم كان تتبعونا وتشوفونا شنو باش نحضروا. بالنسبة للوصفات منيو مش يكون سهل، ما يطلبش برشا وقت، ما يطلبش برشا جات في متناول الناس الكل. باش نحضروا شربة، باش نحضروا سلطة، وباش نحضروا برشا حاجات بنينة تعمل 66 كيف. ما عليكم كان تتابعونا. دونك اول حاجه بالنسبه لينا باش نبداو نحضروا الشربه كالعاده والعويد، ان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله ربي يحييكم لمثاله وربي يبعد علينا هالغمه نتاع الكونفينمون. دونك الحاجه الاولى الخضره كما قلت لكم من غير ما تسحقوا باش ديبلاسيو، يعني تنجموا تقعدوا سيرو بلاس كومونديو فريش كديستريبيسيون تجيب لكم خضره كاليتي سوبيريور وانتم موجودين في دار. باش نحطو شوية زيت، أول حاجة ومن بعد ناخدو الخضرة. دونك الحاجة الأولانية اللي باش نسحقوها باش نسحقو شوية بصل كالعادة، نقصو بصل جويد. دونك النصيحة اللي باش نقولوها ديما باش تتابعونا في شهر رمضان، باش نعطيكم دي زاستوس دي روسيت حاجات اللي نتوما تنجمو تحضروهم في الدار عندكم عندكم. وبالنسبة لللايف هاكا جوست تحطونا لي كومنتير وتحاولوا تتفاعلوا معنا في اللايف في الديريكت اللي موجود. دونك نكونوا سبونطاني ديجا بالنسبه لوقت البريباراسيون. اول حاجه باش نحطوا شويه البصل، بالطبيعه نكونوا هذه الحاجه الاولانيه. باش نسحقوا مع البصل اللي كنا قاسمين شويه باش ناخذو دونك الزر نتاع الدجاج مليحه، باش ناخذو بارتي باش نخليوها للسلاطه وبارتي باش نخدمو بها للشربه. دونك حاجه باهيه اللي بالنسبه لكم لي سافور دو لاني 2020، بارتي كيما قلت لكم باش نخدمو بها الشربه وبارتي باش نخدمو. قصوا الدجاج مربعات صغيرة، هذه الروسيت بالطبيعة نعرفوا كل خديرو قدر سيرتو في الكونفينمون، يعني كل واحد والإمكانيات اللي عنده. نحطو الدجاج مربعات صغار، البارتي نتاع الدجاج هاذيك نخليوها من بعد باش نستعملوها،
نذكركم زاد كيف كيف بالنسبه للسبيسيال كونفينمون نحاولوا نهقموا يدينا لو ماكسيموم. هذه الحاجه اللي لازمنا نعملوها لازمنا نعرفوها. باش نسحقوا شويه طماطم معجون، دونك مغرفه طماطم معجون. بالنسبه للشربه زاده بقدره ربي نجمو باش نحضروا برشا انواع نتاع شربه، يعني نجمو نحضروا شربه زعره، نجمو نحضروا شربه حمراء، نجمو نحضروا يعني كل قدر وقدر وكل واحد شي يحب يعمل. بالنسبه للزيبيس هذا كيف كيف كما قلت لكم، يعني فما زيبيس بين جميع، عندنا جام فاريه كبيره برشا، للي يحب هاوكا الكركم، للي يحب الحروريه موجوده للهريسه. دونك احنا باش نحطوا شويه الهريسه، اللي يحب مزوز هاوكا يزيد شويه، زيد شويه هريسه. نعطيكم استيس واحده اخرى زاده، دونك بالنسبه لنا احنا للزيت باش ما يتحرقش باش نزيدوه حاجه باهيه اللي هي جولدينا. جولدينا دونك مش كاينه ترتيني بركه، جولدينا نجمو نطيبو بها للكويسون. دونك نعرفوا اللي المارغارين كي نزيدوه مع الزيت يفيكس لوغو، هذاك علاش نزيدو كم غرفه صغيره باش تجي وقت الكويسون يعطي كولوراسيون باهية. باش نزيدو الفاح تاعنا، دونك بالنسبة للفاح ناخدو شوية ملح، شوية فلفل أكحل، حطينا شوية هريسة موجودة، باش نحطو شوية كركم. كركم نعرفوه به للمعدة وسيرتو في رمضان برشا، نحركوها. وبالنسبة للاستيوس ديجا ريحة بركة الله اللهم صل على النبي، طلعت ريحة فاوحة. نخليو الدجاج يتقلى مليح مليح، والمهمون ديما ماذا بينا نمرقو بما سخون. مع هذاك شنو باش نعملو؟ باش نحضرو السلاطة. السلطه زادا كيف كيف ما طلبش برشا وقت، ما طلبش برشا جهد، مي حاولوا تبعوني كيفاش نحضرها. دونك الحاجه الاولانيه اللي باش نستحقوها، باش نستحقوا شوايه وما نتمش نحاولوا نحضروا مع بعضنا، يعني اون باراليل يكون السوب او توا باش نمرقوا السوب. ونخليوها سلة سلة ومن بعد نتفقدوها. هذه بالنسبة للسلة. بالنسبة للشواية كما قلت لكم باش نستحقوا شواية باش نحضروا فيها السكالوب. دونك أول حاجة اللي باش نستحقوها عندنا السلاطة، باش نستحقوا خس، شوية طوماط سوريز، هذوكم يتقصوا في الآخر. بالنسبه للخس والتومات فريز، وباش نسحقوا شويه دجاج باش ناخذوا الصدر نتاع الدجاج. دونك هنا باش ناخذوا الصدر نتاع الدجاج، هاو موجود اللي كنا ذكرنا خدينا بارتي نتاع الصدر نتاع الدجاج مليحه، بارتي باش نخدموا بها وبارتي باش نخليوها لل سلطه. مش موريكم زاده كيف كيف طريقه في الاديت. نذكركم زاده تحيه للامهات الكل والنساء الكل اللي موجودين في الدار، اللي قاعدين يحضروا، اللي قاعدين كل رمضان يجتهدوا باش يحضروا العديد من الوصفات. دونك الحاجه الاولانيه اللي باش نعملوها انا باش ناخذ الزر نتاع الدجاج، اون فا
l'escalopé qui m'a offert. Ce poisson des tranches. نحطو في الصحفة كيف كالعادة نغسلو ايدينا ماذا بينا في كل بريباراسيون سيرتو في الكوفيد وحد كل شيء نحاولو نغسلو ايدينا باش نسحقو مع الزر نتاع الدجاج شوية ملح شوية فلفل أبحر وحاجة ما تغيبش زادا كيف كيف على طعام اللي هي موتارد بونا دونك هذايا موتارد بونا الأنسيان باش ناخدو المغرفة باش نحطوها واللي هي بيتها زادا كيف كيف من بعد باش نحضروا السلاطة بالنسبة للصوص سيزار خليها هنا مثلت خلطوا فوق مليح 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 هذي بالنسبة للدجاج خلينا الشوية نتاعنا هيك ديجا تسخن اول حاجه باش نعملوها كما العاده كما قلت لكم ان باش نزيدو نعملو الفامو ميلونج السحري اللي هو شويه زيت ونزيدو كالعاده شويه مارغرين جولدين دونك علاش لو فامو ميلونج هذايا اللي هو سانو بيرمي باش اول حاجه زبده بور فيكسي لو غو مارغرين بور فيكسي لو غو وباش الزيت ما يتحرقش هذه الليتاب الأولانية دونك حطينا شوية زيت شوية مارغرين كودينا من بعد الدجاج اللي كنا احنا فوحناه نحطوه يتشوي هذه بالنسبة للإتاب الأولانية يعني كيما ترى الماء هكا هكا أوضح شوية إن شاء الله رمضانكم مبروك دونك تنجمو تتفاعلوا معنا زادا كيف كيف على الباج كومنتارات خليونا كومنتارات بالنسبة للتتيب اليوم نذكركم في المنيو باش نحضروا شربة صحيح حضرنا شربة حضر تيب والإسكالوب بالنسبة لسلاد سيزار دونك كيف كيف بالنسبة للدجاج يعمل كولوراسيون والكادرياج نتاعو حاطين سوبريم دو بولي مليحة مازالنا الخس مازالنا الطماطم ومن بعد وقت تحضير السلاطة زادا باش نذكركم شنو حاطين المقادير وكيفاش حضرنا كل شيء ثم حاجه اخرى زادا باش نحضروها نجيبو ديما قلت لكم ماذا بينا زادا رولو بابي ايجاج يونيك نفطو لو بلون دو ترافاي تاعنا اللي ما نسحقوش الكل خليوه على جنب نحطو البلون دو ترافاي تاعنا بعد ذلك كيف باش نوريكم كيفاش باش نحضرو الخبز الكروستيون اللي احنا زادا كيف كيف نجمو نعطيوه نكهة أخرى نسحقو بان دو مي بلوتو بان برجر بالزجلان حفيز باش نبدلو احنا الطريقة كنا استلفنا قبل بالنسبة لل سلاد سيزار كنا ديما نحضرو الكروتون بالبان دو مي دونك انا باش نبدلو هذا هو هاك مسكيت بالضبط سبيسيال ديديكاس ميزون الموند باش نقصو البان همبرجر نقصوه جوي كريسبي هذه بالنسبة
الخبز اللي يكون مع سلطة سيزر. دونك عندكم اي كيستيون اي حاجه تنجموا تسالونا واحنا ما علينا كان نجاوبكم. نشوفوا اللي جديد نتاعنا زي كولوراسيون دوري كيف كيف هناك مونستغال الكادريات نزيدوا شويه مارغرين بودينا نعرف الخبز باش يولي كريسبي وبنين. ما علينا كان نزيدو شويه مارغرين بودينا نقولو خديرو قدر بالطبيعه كل واحد في الكونفينمون كل واحد كيفاش لو تحبو الخبز لي مونسو تاعنا قاسيناهم كيما الشيبس بالضبط باش نحطوهم يعملو كادرياج خفيف. هذه بالنسبة للمكونات تاع السلطة. الخبز كما العادة ناخذ الكاوت تاع الراي تاعنا باش نسحقو آخر بالنسبة للسلطة باش نحاولو نعطيوها بنة أخرى يعني لابيلاسيون صحيح سلطة سيزار مي بالنسبة للسلطة احنا شنو نحبو نحطوها يعني كل قديرو قدرو احنا عندنا اشتهاء بالنسبة لينا شنو الحاجات اللي نحبو نزيدوها. دونك كيما نراو الخبز نعملو كادرياج نعملو كادرياج تاع الخبز اوكي بقى باش نبعدو الكادرياج تاعنا ونركبير الخبز خليوه أبار هو والجيش نذكركم اللي كنا الجيش طوحناه شوية ملح وفلاح شوية موتار الانسيان بونا هذه ترى ما عادش نسحقوها بالنسبه للسلطه حاجه اخرى تنجم تبان وكل قديرو قادر نذكركم باش ناخذوا جامبون دو داند فيمي كيف كيف مليحه. دونك بالنسبه للبرودوي هذوما تنجموا تحصلوا عليهم يعني موجودين في السوق باش نقصوا كيف الموديل بالطبيعه. دونك هاي موجوده un jambon de dinde fumé meliha. Donc هذا كل ما pour insister sur le fait انك انت هاكا عندك الدجاج ينجم يكون الدجاج موجود هاكا غريي وموجود زاد كلكو مورسو تاع un jambon de dinde. هذوما لي مورسو تاع جامبون دو دانت اللي قسيناهم باش نزيدوهم مع الخبز. دونك عندنا خبز توستي عندنا دجاج عنا المرسوم تاع الجامبون فيمي هذوكم حاضروا الخس طوماط سوريز مازال لنا شويه جبن. دونك الجبن زاد كيف كيف عنا جبن لوندور. دونك عنا جبن لوندور عنا لي دام شنو تختار ويا فيسا فيسا قولوا لي اللي باش يقول الاولاني باش تخدموا به ادام ولا جودا لوندور شنو تختار به غودا اي دام ولا غودا هاي 1 2 3 شيخ من غودا. دونك عندنا المول نتاع الفرماج فرماج لوندور غودا ها كاترونش
حاجه باهيه بالنسبه للفرماج سي 100% لي فرماج غوتا ايدا هاي فما شكون قال ايدا باه نعمل شويه ايدا نعمل شويه غوتا داكور نعمل شويه ايدا نعمل شويه غوتا قصو امرسو دونك نستنى فيكم باش تتفاعلوا معايا يعني بالنسبه للباج باش تقولوا لي شنو تكونوا معايا حاضرين في الروسيت تقولوا لي شنو تحبوا شنو هي الروسيت تحبونا انا نحضروه واحنا نحاولوا نطبقوا شنو نقصوا لي مرسو بالطبيعه بالنسبه للروسيت هذايا يعني روسيت سبيسيال كونفينمون اللي يحب لي زانغريديون ينجم يزيد الانغريديون يعني ماهيش روسيت نقولوا احنا واقف على انغريديون بيان ديتيرميني بالطبيعه لي احنا نحاولوا نشوفوا شنو لي زانغريديون اللي عندنا في الدار وتوا كمل ان شاء الله ربي يحمينا ويحمي تونس بالنسبه للفرماج قسيناه ومرسو هاو حاضر دونك كيما تراو الفرماج قسيناه ومرسو باش نزيدوه لي زانغريديون دو باز نتاع السلاطه وهكا اون باراليل راهو بالنسبه للكوجينه نحاولوا نجتهدوا كيفاش نحضروا مع بعضنا كل شيء فرد وقت سيتادير يعني نحضروا سلطه نحضروا سوب كل واحد وشنو يحب دونك باش نزيدوا شويه ماء للسوب كنت ذكركم اللي لازمنا نملكوا شربه بالماء سخون هذيك السوب ذكركم شنو اخترنا بالنسبه للسوب دونك ميلي شربه ميلي يعني شربه زوال ورده كيف كيف كل قدير وقدره اما نقول لكم حاجه بالنسبه للشربه راهو تستحق جوج 6 دقائق يعني ما نرميوهاش من تو ماذا مينا نرميوها من بعد حاولوا زيد الكل نحيوه من بعدنا باش اموا تفضى الكوجينه ذكركم بالنسبه للسلطه كيف كيف كان نعطيكم ريسيب دو باز بالنسبه لسلطه سيزار اما هي راهي ماهيش سلطه سيزار دونك باش نسحقوا شويه خس نسحقوا شويه طماطم نجمو نسميو كريديتي مي اخذينا الباز من سلطه سيزار وزدناها دوتر انغريديون يعني هذايا الاجتهادات كل واحد في كوجينتو ينجم يحضر السلطه اللي يحبها ينجم يحضر سلطة كيما سميها سلطة دو شانتيي ينجم يحضر السلطه كونفينمون يسميها اللي ينجم يسميها دونك هذيك الشربة حضرت السلاطة وعندنا حاجة أخرى زادة كيف كيف اللي هي باش تكون في السويت دونك نزيدو نتبعو بالنسبة لينا نشوفو الوقت مازال عندنا الوقت ما عليكم كان تتبعونا وشوفونا شنو هما ليزيتاب اللي باش نحضروهم باش نقدمو بعضنا في لي روسيت دونك باش نعاودو نحطوها أو مارش كالعادة نفس العملية بحكم انها خدمنا البولي خدمناه السلاطة توا باش نخدمو لي بروشيت تاع البولي فوندون تاعنا دونك بالنسبة لي بروشيت باش نستحقو الفور دونك ماذا بينا نسخنو الفور قبل On va essayer de quadriller les brochettes de poulet. Quand on met le fameux mélange de l'acide. Ou la margarine. Donc pour margarine Goldina pour fixer. لوغو مرة هذية بالنسبة للبروشيت كيف كيف نجم نحضروهم في الدار وبيان اليوم مليحة خمت فيكم حضرتكم دي بروشيت ديجا ماريني حاضرين قبل بالنهار باش يعطيو بنة أخرى
وزدناهم لي ليغوم، زدنا يعني سيترون والبوفرون. دونك نحطوا كما قلت لكم لو ميلونج ما بين المارغرين والزيت. المارغرين بور فيكسي لو غو باش الزيت ما يتحرق زاد. لي بروشيت كيما تراهم ديجا هما حاضرين ماريني، فيهم لونيون، فيهم بوافرون وسيترون. دونك هذوما بروشيت ماريني تاع مليح. توا اون فالي كادري. الحاجه الباهيه بالنسبه للجهاز تاع الاستوس اللي على قد ما يبدا سوبريم دو بولي ولا سكالوب دو دان، على قد ما يبدا ماريني قبل بالنهار على قد ما يعطينا نكهه اخرى. دونك في لي بروشيت في حاجه هذوما ديجا لي استوس اللي احنا نحاولوا اون لي بارتاج مع الناس الكل. هذايا بالنسبة للجيش، يعني الجيش حاضر. فما شكون طلب على لي ريسيت تاع البريك، هاي تو نعطيكم خذ ربي ريسيت تاع البريك في ميزون زاد سبيسيال كونفينمون. ما عليكم زاد كان تابعونا أي حاجة تحبوا تسألونا عليها أسألونا وإحنا نجاوبوك. وخليو جي جي كيف بالنسبه للسوق هذيك يا من هي قدره ربي اللي نياضوا المدفع باش نجمو نصبوا الشربه نتاعنا ورده. دونك الشربه حاضر، السلاطه اونكور مازال القصان والدريساج نتاعها. وبالنسبه للبروشيت نتاع الدجاج ديجا قاعدين يتم مع البروشيت نتاع الدجاج. نحاولوا نبدلوا زاده طريقه التقديم نتاعنا. بالنسبه لطريقه التقديم دونك نعرفوا في الكونفينمون ديجا عندنا مديده برشا على الساندويتشات وعلى الخبز اللبناني وعلى برشا حاجات. هذاك علاش خممنا باش نعملوا حاجه زاده ريفيزيتي كي صار شويه دو لوردينير. يعني عندنا لي بروشيت موجودين حاضرين، عندنا لي صوص دو باز موجودين ديجا بونا، عندنا الكاتشوب، عندنا صوص الاي، عندنا المايونيز والصوص تاع الفرماج نحطهم بعدين. باش نزيدو بالنسبة للبروشيت شنو باش نحضرو؟ عندنا فرماج 100% موزاريلا نتاع لوندور، يعني 100% لي، هذايا باش نحطوه فوندون على لي بروشيت وندخلوهم يجيبو في الفور، ومن بعد ندريسيوهم فرد مرة على البان هابيز. دونك نقصو بالنسبة للفرماج لوندور 100% موزاريلا، يعني كيف كيف نجمو نحضروه للبيتزا جينيرالمون اي دوت كونفيغوراسيون. نحاولو زادا كيف كيف كيما قلتلكم كل كبير وقدرو، يعني نجمو نخدمو بال 100% موزاريلا والا بسلايس زادا كيف كيف نتاع لوندور. الشيء اللي عندنا موجود هو اللي نخدمو بيه. وبالطبيعة من بعد في رمضان بسيسة بسيسة حاولوا احنا نعطيكم دي روسيت وانتوما تعطيونا دوتر روسيت ونستفادوا الناس الكل مع بعضنا، الناس الكل اللي تحب تشوف دوتر روسيت جديدة سبيسيال رمضان. دونك نطلبوا لي بروسيت ان شاء الله تاع الخير. بالحق زاد بالنسبة للجو تاع الكونفينمون وكمل مع رمضان، دونك هذيا فرصة باش الناس الكل تحضر الميت لاعتبار، تحضر تبرتلا يعني لازم تحضر الخبز تعملو في الميزون. الحاجة هذيك هي الحاجة الباهية اللي ساعات بالكونديسيون اللي عندنا موجودين نجمو نعملو برشا حاجات أخرى، حاجات اللي كنا قبل نستسهلو باش ناخدوهم. دونك في البرشيت ديجا قاعدين يحضرو، البلوك نتاع الفروماج لوندور 100% موزاريلا قاسينا منو لي سلايس. طيب انا موديل اخر جديد ديجا اللي هو 100% بان بيتزا. دونك تاو خذ ربي في ريسيت اخرين تاع دي ريسيت نحاولوا نحضروكم، يعني جوست الخبز والصوص
والفرماج. يكون عندنا بيتزا، بيتزا فيسا تصلح للتحريشه ولا للسخون. هذوما بالنسبه للبروشيت قاعدين نقول بالصوص. شربة سلطة البروشيت ويقعد لنا من بعد الديسير. بالنسبة للديسير نحاولوا هذوما السلايد نخدمو بيهم من بعد. بالنسبة للديسير باش نحاولوا باش نعملوا حاجة زادة كي سوا دالأوردينير بلي مويان البور اللي موجودين عندنا. دونك عندنا بانواز الكريمة. دونك عندنا كريمة ديجا بانواز باش ناخذوا البوم تاع البخريوة. باش نزيدوها حاجة أخرى زادة في الكيك باش نكوها. دونك عندنا سكر بنكهة الزهر، وعندنا شوية بريك. دونك الريسيبي باش تكون مستوانا بالنسبة للروسيت نتاع الديسير. باش نعملو سيرو، سيرو أوليو باش نعملوه من السكر العادي باش نعملوه من السكر فانواز اللي هو بنكهة الزهر، تعطينا نكهة تونس. إن شاء الله ديما عندنا زهر، نسكن عندكم زهر. الكريمة باش نطيب اللي هي الباس، والفوي دو بريك أوليو باش نعملو بريكة حلوة. دونك باش ناخدو، نعرفو في رمضان الناس الكل تحب البريك، والبريك يبدا جينيرالمون ساعات كعبة بريك مقطعة، كعبة بريك شطر، كعبة بريك. دونك ناخدو شوية البريك باش نفتفتوه، نحطوه في الصحن، نزيدو عليه الكريمة ونزيدو عليه السيرو. وهكا باش يكون عندنا ديسير حاضر. يعني أول حاجة نتبعو الكمينة نتاع المينيت تاعنا، ناخذو لي بروشيت. نتبارك الله ماكلة سهلة وكوزينة سهلة، يعني ديما أي حاجة وقت تطيب تعطينا نكهة أخرى. هي بالنسبة للشربة توا نتعداو للديسير. دونك نحاولو زايد ما تحققوش من بعضهم بعضنا. زايد الفرن بالنسبة للديسير باش ناخدو نحضرو مع بعضنا الكريمة. كنا اخترنا كريمة بنكهة البخريوة، كيف نخلطوها في الحليب ومعها تروى كبير تاع سكر. كيف المقادير يكونوا موجودين ديجا وراء الساشين تاع الكريمة. هما حاضرين. وهذا بالنسبة للبروشيت توا بور لو مومون ما عادش نسحقوهم. تسحقوا فوالا الكريمه، فرغنا ديجا الكريمه في وسط الحليب باش نحضروها باش نزيدوها السكر. باش ناخدو فوالا نحضرو فيها توا لي فوي دو بريك نتاعنا. بالنسبه للبريك باش تكون حاجه ريفيزيتي نحضر ورقة البريك. الورقة نتاع البريك كيما قلت لكم نفسر لكم كيفاش نحضرو. هذه هي الورقة نتاع الملصوقة باش نقصوها بنوعية أخرى، يعني مثلثات، نجم نقصوها مربعات كيف كيف.
راهو ديجا هما هكا، مي باش نعطيهم لاسبي كروستيون. كالعادة باش نحطو شوية نحطو شوية مارغرين، نحطو شوية مارغرين كوزينة، نحاولو فيسا فيسا نقصو شوية السخانة في الغاز باش ناخدو سكر بنكهة الزهر بنواز. وبالنسبة لل السكر بنكهة الزهر بنواز باش نحطو يعمل شوية كراميل، يبرد شوية كراميل مع المارغرين باش نزيدو شوية اخر مارغرين باش ناخدو لي فوي، لي فوي نتاع البريك هذوما باش نحطوهم في وسط البوال. دونك فيسع فيسع باش تعطينا النكهة التونسية، اللمسة التونسية نتاعنا بنكهة الزهر. كيف كيف نزيدو شوية اخر سكر دونك كيما تراو ديجا هذايا هكا هكا عندنا لي فوي نتاعنا اللي هما كيف كيف هكا باش نوريكم انا فونغو لاسبي كروستيون نتاعها نسحقوهاش توا وما بقى لنا كان باش نطيبو الكريم. دونك نزيد نذكركم اليوم شنو اخترناكم من المنيو ونقولكم قبل كل شيء ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين كثير. دونك المنيو الحاجه الاولانيه شوربه لسان عصفور معاها سلطه، سلطه مشكله مع سلطة فما بروشيت نتاع بولي فوندون والديسير زاد كيف كيف بريكة حلوة ان اوتر فاسون. باش نذكركم زاد بالمقادير اللي احنا استحقيناهم. بالنسبة للشربة كنا استعملنا صدر دجاج مليحة، زدناه لي زيبيس ديجا اللي موجودين ما بين هريسة وشوية كركم تاع بنجميع. الخضرة ما عند فرشكة يعني ما ديبلاسيوش حتى بلاصة باش تاخذيو ان سامبل ابيل، الخضرة تجيكم للدار فريشكا ديستريبيسيون. دونك بالنسبة للشربة من بعد ما حضرت قاسين شوية الخضرة زدنا شوية طماطم معجونة شوية ملح شوية فلفل أكحل، زدنا دجاج مليحة مرقنا كيف كيف الماء خليناها تحضر، تعادينا من بعد للسلاطة. بالنسبة للسلاطة خدينا الزر نتاع الدجاج مليحة كيف كيف، طوحناه بشوية ملح فلفل أكحل شوية موتارد ألونسيان بونا شويناهم بالنسبه للدجاج وحضرنا الكروتون. اليوم باش نخدموا الكروتون كلاسيك، دونك خدمنا دي شيبس نتاع خبز بان امبرغر هابيز، كنا زدناهم في شويه ميلونج، لو ميلونج السحري نقولوا احنا اللي هو شويه زيت وشويه مارغرين جولدينا ديما نقولوا احنا بيرفكت سيرفو. زدنا كيف كيف شويه جامبون فيمي مليحه قاسيني سبايس الجبن تو نختارو كيف كيف مانيش ناسي زادا شويه جودة وشويه ادام لوندور. دونك بالنسبه للجبن هذوما كل نخلطوهم مع شويه خس وشويه طماط فريز لا سيزون مو شويه زيت كالعاده معروفه شويه ملح فلفل اكحل. نزيد نعطيكم لاستوس اللي ماذا بيكم ديما لا سيزون مو 5 دقائق قبل يعني ما تاكلوا سلطه. هكايا سلطه كانت حضرت، من بعد نتعداو للطبق الرئيسي تاعنا. يعني الطبق الرئيسي اخترنا لكم بروشيت ديجا حاضرين ماريني قبل بالنهار مليحة، موجود معاه الفلفل السيترون القارس وموجود معاهم البصل. هذوما الكل شويناهم على الجريات بشوية زيت وشوية مارغرين كالعادة جولدينا
بعد ما حضرنا الميلونج هذا الكل عندنا لي صوص بونا، عندنا المايونيز، صوص تشيز، عندنا شويه كاتشوب. هذوما الكل باش نحضروهم على ان بان ليباني هابيس، وباش نزيدوهم كيما قلت لكم من 100% موتزاريلا لندن. دونك ان شاء الله بقدرة ربي يكون الطبق الرئيسي عجبكم. نزيد نذكركم في الديسير. بالنسبه للديسير عملنا بريكا ان اوتر فاسون، بريكا حلوه ان اوتر فاسون. عملنا لي فوي دو بريك قصيناهم حطيناهم في بواله فيش فيها شويه سكر بالزهر ان شاء الله ديما عندنا زهر، وزدناه شويه مارغرين جولدينا. حضرنا الكريمه، دونك ما بقى لنا توا كان شويه دريساج. نزيد نذكركم هاو ديجا احضر سوربريز هي باش تكون موجوده هاي مزيد كي حضرت، اللي هي ان شاء الله قدرة ربي رمضان كامل تلقاوها موجوده. باتيسري لاسين، دونك باتيسري لاسين تلقى فيها الديسير الكل. بالنسبه للديسير موجود كيما ترى عندنا خبزة فاكية هكا، فما لو موديل كاري في باتيسري لاسين، وعندكم زيدا الموديل انديفيدويل. وكيف كيف نخمو فيكم احنا والباتيسري لاسين ان شاء الله بقدرة ربي باش تتابعونا كل نهار طيلة شهر رمضان الماضي ساعتين يوميا. وتلقاو لي روسيت وحاولوا لي كيسيون نتاعكم، حضروا وحضروا ورقه وستيلو. وتنزيدوا احنا نقول لكم شنو هو بقدرة ربي المنيو اللي باش نحضروه غدوه. ان شاء الله كنا عجبناكم في الحاجات اللي حضرناهم واللي قاعدين نحضروا فيهم اليوم في اللايف. نعرفوا اللي الوقت قصير شويه، مي نحاولوا باش كل مره كل نهار نفيدوكم باللي روسيت ولي زاستوس في وسط الكوجين. ان شاء الله نضاكم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حي بخير. بالمناسبه تحيه الراديو بون لونور حازم بن عيسى، دونك اللي زاد كيف كيف ان باراليل يصير